Donc, on va commencer par les bases. D'abord, on va trouver des bases de base, isoïales. Il y a des espaces usuels comme l'espace R à la puissance n, ou la K à la puissance m, cest à l'espace des polynômes. Donc, de on va prendre d'abord, on va trouver l'espace K à la puissance n. Il y a R à la puissance n, ou le C à la puissance m. غادي ناخذ هاد لي فيكتور هادو ناخذ ام نونتي ناتوريال طبيعي غير منعدم غادي ناخذ لو فيكتور او ان هو واحد زيرو زيرو دي زيرو بحال او يكون هو زيرو واحد دي زيرو إذن شنو هو او ثخوا شنو هي الفكره الفكره هنا هي اننا كنكتب واحد في لا بوزيسيون الاولى في لو فيكتور او أه 1 في لا بوزيسيون الثانيه في لو فيكتور او أه 2 دير في لا ثروزيام بوزيسيون في لو فيكتور او أه 3 غادي نديرو 0 0 1 هذا 0 اذا او 4 شنو غادي يكون غادي يكون 0 0 0 1 بحال هكا ونبقاو نعاودو هاد القضيه حتى لاخر فيكتور اللي هو او أه ان دونك او أه ان zero 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 غادي يكون هو 0 0 0 حتى لاخر بوزيسيون غادي يكون فيها واحد D'abord, on va prendre cette famille qui contient les vecteurs, on les en une famille Donc la famille E1, E2 et EN Celle-ci une base une base de K à la puissance N Et pour la montrer, on va la montrer par la génératrice Donc, génératrice, on va la voir avec moi On va prendre R ou même K à la puissance N, donc soit كيفاش غنكتبو إكس أن إكس دو حتى أن ياك؟ إن من كا أن شنو كيساوي كي نعمل بإكس أن و نخرج إكس أن برا تبقى عندي فوا واحد 0 ياك؟ من بعد نعمل بإكس دو تبقى لي أوف زيرو واحد زيرو 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 و القضية حتى غادي نوصلو لإكس أن عندنا زيرو زيرو حتى الاخير 0 1 اذا شنو نلاحظوا باللي هذا لو فيكتور هذا كيتكتب على شكل اكس ان في او أه او زائد اكس 2 في او أه 2 يعني اللي مرات اللي ما فهمش مزيان القضيه راه درناها في اكس 3 درناها يعني مع دوك لي فيكتور 0 0 1 0 1 0 و 1 0 0 نفس الفكره هنايا غير هذه بصفه عامه في اي غا ل بويسونس ان يعني ما درتش اني قاترو حتى شنو حتى اكس ام في أه ان dans l'algèbre linéaire avec le vecteur de dimension à la puissance n, qu'est-ce que c'est que la combinaison linéaire de e1, e2 jusqu'à en, mais tu as de combinaisons linéaires de la famille e1, e2 jusqu'à en, une base. f est une famille génératrice, elle engendre, l'espace à la puissance n. Bien au hasard de libre. donc qu'est-ce que le hyper غادي تاخد دي لامدا ان لامدا دو حتى لامدا بي هادو دي دي زيليمون دو لامدا ان في او ان لامدا دو في او دو حتى لامدا بي او لامدا ان في او ان ايكالا زيرو شنو هادي الى حسبنا هاد لامدا ان في او ان لامدا دو في او دو شنو في الاخر نحسبهم نكتب على شكل ان او واحد تو سامبلومون لاحظوا معايا فحال مثلا هادي اكس ا في او ان اكس دو في او دو حتى اكس ان في او ان جمعناها في ان واحد غتعطينا هاد اكس ا حتى ال بحال هادا لامدا ان او ان لامدا دو او حتى لامدا ان او ان جمعناهم في ان واحد تعطيني لامدا ان لامدا دو حتى لامدا ان يعني زيرو زيرو Vous voyez, vous avez une lambda 1 égale à 0, lambda 2 égale à 0, lambda n égale à 0. Et lambda 1 égale à lambda 2 jusqu'à lambda n égale à 0. Donc, E1, E2 jusqu'à EN, qui jusqu 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 est une échelle de 1 jusqu'à N, c'est une forme libre. Donc, génératrice est libre. Conclusion. La famille EI, qui varie de 1 jusqu'à N, est une base de K à la puissance on a, on a E. De maintenant, vous pouvez les bases. bases. dire un espace vectoriel les bases. les on a, on a on a, on a base qui a E1, E2, E3 ولقينا حتى هاد الفامي هادي أو أ أو دو أو 3 دونك ما فيهمش نفس لي فيكتور و لكن بجوج بهم سون دو باز دو أو 3 دار لا باز راها ماشي اونيك ياك و علاش خدينا هاد لا باز عرفنا هاد لا باز بالضبط هاد لا باز بحالا كنفضلوها اكثر علاش لأنها تري سامبل يعني لاحظو مع ابلي حتى باش تاخد أن فيكتور كيف ما كان بغيتي تكتبو في هاد لا باز ساهلة ماشي بحال بغيتي تكتبو في أون اوتخ باز خديتي مثلا واحد معايا مثلا هذا واحد جوج ثلاثة وبغيتي تكتبو في هاد لاباز اللي عندنا لاباز او ان هي هادي تو كدير واحد في واحد زيرو, زيرو زيرو زائد جوج في زيرو واحد زيرو زائد ثلاثة في واحد زيرو في زيرو زيرو واحد اذا حتى لي اللي كتقلب عليهم يعني هما هادو واحد جوج ثلاثة هما نفسهم اللي كاينين لداخل مباشره على عكس اللي قلت لك هاد واحد جوج ثلاثه كتبوا لي في هذا لاباز كتبوا لي في هاد لاباز او 1 او 2 او 3 يعني كتبوا لي على شكل العدد في او 1 زائد العدد في او 2 زائد العدد في 3 كيف ما وقع لنا مشكل هنا فاش بغينا ألمان ان لي اكس من اثرو وبغينا نكتبوه في هذا لافامي او 1 او 2 او 3 كان خاصنا نديروا هذا لو ثم نحلو لو اذا كانت القضيه شويه طويله يعني ما نفضلش هاد لاباز هادي الا لاباز اللي قبل لانه شفتو بلي ساهل باش تحدد هادوك لي كومبوزونط ولا هادوك لي سكالير اذا تنفضلوا هاد لاباز هادي على لي باز الاخرين كاملين وهادي كتسمى لاباز كانونيك دونك ني تشوفوا بزاف التمارين او 1 او 2 جوسك e او ام اي لاباز كانونيك de heure en puissance n ناخذ مثال مثلا هذه الفامي هذه 1 0 0 1 هذه هي القاعده كانونيك دي R carré مثلا هذه 1 0 0 0 1 0 يعني كتبقى تكتب واحد فشي بلاصه والبلايص الاخرين يكتب فيهم زيرو هذه الفكره ثم اخر واحد اللي هو زيرو, زيرو واحد هذه حتى هي هذه هي لا باز كانونيك دو ار على بويسونس 3 تقدروا مثال في ار على بويسونس 4 في ار على بويسونس 5 وحنا شفنا بالصفه في ار على بويسونس ان نشوفوا دابا في لي بولينوم لا كانونيك باز canonique de k 1 de x, de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, il donne la base canonique de l'ensemble des polynômes. Quand on a vu les polynômes, quand tu vois, il y a une façon de tirer des polynômes, de l'1, x, x carré, etc jusqu'à x à la puissance n-1, donc donne la famille génératrice de l'ensemble. Mais bien, elles sont libres, donc déjà vu, famille, un x x carré, famille x à puissance. la base canonique de K 1 du x. Donc déjà vu, nous génératrice. Donc cette famille, si on F, est génératrice ou engendre l'espace. لي سباس كو ان دو اكس مي باش بيناها راه ما درنا والو راه غير كتبنا التعريف ديال ان بولينوم صافي وبانت حتى باش بيناها لي بغسالة باش بينا لي باش شنو خاصك دير خاصك تاخد اون كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور ديال هاد لي فيكتور هادو كتساوي زيرو و تبين بلي هادوك لي سكالير اللي خديتي راهم كلهم زيرو يعني لما ناخد دي سكالير مثلا نسميهم ا زيرو ا ان حتى ل ا ان هادو هادو دي زيليمون دو كا بحيث أ زيرو فلو في فيكتور لول يعني أ زيرو في واحد هي أ زيرو زايد أ أن فلو فيكتور تاني إكس حتى أ أن في إكس لوبيسونس أن كتساوي زيرو وخاصك تبين بلي هاد لي فيكتور كلهم أولا هاد لي سكالير أ زيرو أ أن حتى أ أن كلهم زيرو يعني علاش غنعتمدو هنايا؟ غادي نعتمدو على لا ديفينيسيون ديال لو بولينومنيول في التعريف هذا في الدرس ديال لي بولينوم قلنا بلي أن بولينومنيول Pour un polynôme, il y a le coefficient du colon nul. Il y a un polynôme nul qui serait 0. Il y a un coefficient du colon qui serait 0. Donc A0 égale à A2 est égal 1, égale à 0. Entre parenthèses, le polynôme nul. Et donc, la famille F.

nous la base de l'ensemble des fractions rationnelles. Donc, base de l'ensemble des fractions rationnelles. Alors, je vais vous donner les fractions. Si vous a une fraction rationnelle f, f de x, vous allez vous dire la partie entière est un polynôme. Plus, euh, plus, non, on dit la décomposition en éléments simples, c de x. Et dit alpha. Donc, alpha 1, 1, elle est x, moins alpha, moins 1, 1. Plus, alpha 1, 2, elle est x, moins 1, 1, elle est puissance 2. Donc, on dit le théorème de la décomposition en éléments simples, c est de x. Est-elle alpha 1 R1. Elle x moins A1 à la puissance r Et d'abord, elle A. Elle le pôle a Plus, en deux, le pôle A2. Elle est le pôle RRPOL. c'est tout cas, on a dit alpha n1. Elle x moins a Plus alpha n2. Elle x moins a au carré. Plus, tel alpha n. n, n <MC> cool. r <Miller> <tank> x moins m à la puissance r. Et nous la décomposition en éléments simples. il nous fraction rationnelle. Quand vous avez un polynôme, ou un polynôme, qui est combinaison linéaire de x à la puissance m, vous avez une partie qui est qui est x ناقص أنت.. ا واحد اس واحد x ناقص ا جوج اس جوج بحال هكا ياك اذا بصفه عامه كيفاش يمكن لي نعبر لهاد القضيه هادو يمكن لي نكتبو بحال هكا غادي ناخذو لا فامي x على ا ياك اونيون، لا فامي واحد على x ناقص ا اس ام ياك يعني اي فراكسيون راسيونيل كيمكن لك تكتبها على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي اكس على بويسونس ان وغتحصل على هاد لابارتي اونتيغ اللي هي لو بولينوم زائد دي بارتي على هاد الشكل هذا واحد على اكس ناقص شي حاجة اوس شي حاجة بحال مثلا هذا هذا مثلا راه كيتكتب على شكل الفا هذا عدد مضروب في واحد على اكس ناقص ان اوس اثنان ياك اي اليمون خديتيه من هنا راه سوا كيتكتب لهذا الشكل هذا ولا على هذا الشكل دونك هذه هاد هاد لا ريونيون هاد لا ريونيون ولا ليونيون راه اون باز تشون باز ناخذ مثال باش نفهموا اكثر تشون باز دو سي دو اكس راه لي مازال ما قراش لي فراكسيون راسيونيل فراكسيون راسيونيل هي ان بولينوم على ان بولينوميك مازالنا هذا الى خدينا هاد لا فراكسيون ديناخذ واحد لا فراكسيون راسيونيل اللي من بعد ما نديرو لها لا ديكومبوزيسيون لي لي موبل سامبل كاين واحد العمليه كتسمى لا ديكومبوزيسيون اون لي لي موبل سامبل كناخذ واحد لا فراكسيون بولينوم على بولينوم و تنفرقها بواحد نفككها بواحد الشكل عضو واحد الشكل اللي هو ساهل كيساعدني من بعد باش نحسب لي زانتيغال بزاف ديال لي زابليكاسيون مزال غنكتبها في هذا الشكل اكس زائد اكس كاري زائد واحد على اكس ناقص واحد زائد جوج على اكس ناقص جوج زائد جذر جوج على إكس ناقص جوج أس اثنان لاحظوا معايا بلي هاد إف هادي كتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال إكس على بويسونس أن هنا بالضبط عندنا إكس وعندنا إكس كاري نديرو مثلا إكس جوج إكس مثلا إذا جوج في إكس زائد واحد في إكس كاري إذا كاينة هاد لافامي اللولى زائد عندي دي زيليمون لي كيتكتبو على شكل واحد على إكس ناقص أ أس أن عندي واحد على إكس ناقص واحد أس واحد إذا هنا أ كيساوي واحد و ار كيساوي واحد عندي جوج في واحد على اكس ناقص جوج دونك ا كيساوي جوج و اكس و كيساوي كي واحد و عندي جدر جوج في واحد على اكس ناقص ا اللي هو جوج هنايا و س كيساوي جوج إذا هادشي لي قصدنا بهاد ال... بهاد لا غيونيون هادي صافي دونك هادشي لي كاين ثم اخر حاجه قبل ما ندوزو لا ل... 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 ديمونسيون غادي نشوفو Les composantes d'un vecteur relativement à une base. Donc, c'est le terme de la base d'un espace vectoriel. Vous allez bien comprendre ce que je veux dire base. je veux dire par base Donc, composantes d'un vecteur relativement À une base. Nous avons un vecteur X, une famille, donc E1, E2, jusqu'à EN, une famille des vecteurs de E. Donc, la famille est une base de E si et seulement si. Il doit y avoir quel que soit pour tout vecteur v mais l'espace e il existe une unique famille unique famille discrète et elle Lambda 1, lambda 2, tel lambda m de 10 scalaires, à une même cas. Bien. Bien. E, ou le V, à fond, V, qui est la combinaison linéaire de l'aide. Il y le vecteur E1, E2, tel E. Il y a E égale lambda 1 pour E1 plus, fond, lambda 1 pour E1 plus lambda 2. فوا او دو حتى لامدا ام فوا او ان فو اي بطريقة أخرى هي نكتبوها على شكل سيجما دو كا إيكال أ حتى دي الأم ديال لامدا كا فوا أو كا يعني هاد لافامي هادي كتكون أون فام أون كتكون أون باز إلا إلا عندي أن فيكتور من أو كيمكن ليا نكتبو على شكل أون كومبينيزون لينيار أونيك ديال هاد لي فيكتور دو أو مثلا واحد لو V في ما يمكنش لي نكتبه على شكل مثلا او1 e 2 ثم نكتبه على شكل 3 e 1 2 e 2 هذه القضيه ما يمكنش وحده فيهم سواء نكتبه على e او 1 e 2 او علي شكل 3 او1 2 e 2 وحده فيهم اللي ممكنه ما يمكنش نكتبه على شكل بزاف ديال لي كومبينييزون لينيار هذا هو المقصود من هذا لو تي و غير ما تا اذا لا حدب هادوك لي كومبوزونت لي عندو هادوك لي سكالير لامدا ان حتى لامدا ان هادوك لي كومبوزونت راهم اونيك و لي كوردوني و لي كوردوني مثلا نعطيكم مثال مثلا عندي هاد لو فيكتور واحد تلاتة ناقص خمسة بغيت نكتبو في لاباز كانونيك لاباز كانونيك هي ديك واحد 0, واحد زيرو, زيرو, زيرو واحد, واحد. راه شكل في واحد زيرو زيرو زائد ثلاثة في زيرو واحد زيرو زائد زي ناقص خمسة في زيرو زيرو واحد لا يمكنش أن نكتبو على شكل كومبينيزون ديال هاد لي فيكتور هادو من غير هذا الواحد وهذا ثلاثة وهذا ناقص خمسة مستحيل يعني لا أن نكتب هاد لو فيكتور هذا على شكل الفا في واحد زيرو زيرو زائد زي بيتا في زيرو واحد زيرو زائد جاما في زيرو زيرو واحد فبالضرورة هاد ألفا هو واحد هاد بيطا هو ثلاثة هاد جاما هو ناقص خمسة وهادو كيتسماو واحد ثلاثة خمسة كيتسماو ناقص خمسة هما لي كومبوزونت أو لي كوردوني دي دو دي 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 فيكتور في دون لا كانونيك أن زيرو زيرو أن زيرو زيرو إذن هذا آخر حاجة هنا من الأفضل تشوفه.